يعاني ثلث سكان السودان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتحذر الأمم المتحدة من أن البلاد في طريقها لتصبح أسوأ أزمة جوع في العالم. وضع مقلق يدفع المعنيين بأمر السودان إلى تثمين جهود الوساطة لإنهاء الحرب التي اقتربت من عامها الأول. فأي السبل هو الأقرب لإعادة السلام إلى السودان؟ أنا مكي هلال، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع ودد. الجميع يعلم أن الحرب الثوري الإيراني شهدت الساحة السياسية السودانية شداً وجذباً حول وثيقة مقترح لحل سياسي لإنهاء الحرب نسبت إلى رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وتجمع المهنيين السودانيين. الوثيقة التي بدت جامعة لمخرجات التفاوض المختلفة انقسم الفاعلون السياسيون حولها بين مرحب ومتحفظ، وعلى الرغم من نفي مصادر مقربة من حمدوك للشرق مشاركته في تطويرها، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تحمل الكثير من الأفكار الواجب مناقشتها أو مناقشتها بين المعنيين بإنهاء الحرب في السودان. فإذا لم يكن مقترح الحل السياسي هو المسار الأنسب لإنهاء الحرب، فما هو المسار البديل القادر على إقناع طرفي الصراع بإنهاء حرب ضاعفت من معاناة السودان وأهله؟ الجميع يعلم أن الحرب الثوري الإيراني قبل بدء النقاش، وكما عودناكم نرحب بضيفينا معنا من أديس أبابا شريف محمد عثمان. نعرف بضيفنا في أسطر موجزة، هو الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، كذلك المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وعد عن ذلك هو عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. أهلا وسهلا بك أستاذ عثمان إلى مع ودد. في الجهة المقابلة ومن القاهرة يرافقنا أبي عز الدين. الأستاذ عز الدين هو مدير الإدارة الإعلامية في الرئاسة السودانية سابقا، كذلك هو كاتب وباحث وله مؤلفات في شؤون الأمن القومي. أهلا وسهلا بك أستاذ عز الدين إلى مع ودد. الجميع يعلم أن الحرب الثوري الإيراني اشتبك المعنيون بالشأن السياسي السوداني في الأيام الماضية حول وثيقة حملت عنوان مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية، انفردت بنشر نصها مجلة المجلة. نستعرض معكم أبرز ما جاء في نص المقترح المنسوب إلى الدكتور عبدالله حمدوك وتجمع المهنيين السودانيين، ثم نبدأ النقاش مع ضيفينا. We'll be right back.
أبدأ معك أستاذ شريف محمد عثمان، كعضو فاعل في تنسيقية تقدم التي يترأس حمدوك هيئتها القيادية، ما حقيقة دور رئيس الوزراء السابق في صياغة الوثيقة المتداولة والمنسوبة إليه والتي عرضنا جزءا كبيرا منها الآن؟ أولا مساء الخير عليك وعلى ضيفي الكريم وكل متابعي قناة الشرق وبرنامج مع وضد في هذا المساء. ما أستطيع أن أؤكد لك أنه رئيس الوزراء السابق أو أي من قيادات تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم هم ليسوا ذي صلة بهذه الوثيقة. هذه الوثيقة لم تتبناها أي جهة، ولا حتى القوات المسلحة ولا قوات الدعم السريع لم تتبنى أي جهة. هذه الوثيقة نشرت ونسبت زورا وبهتانا إلى قيادات في تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم، وهذا الأمر بكل تأكيد هو غير صحيح. هذا الأمر لا ينفي إيماننا القاطع ودعمنا اللامحدود لأي جهود تسعى لإيقاف الحرب وتعمل على وقف إطلاق نار وإنهاء معاناة الشعب السوداني. أي جهود تبذل في هذا الاتجاه، هذه الجهود هي محل ترحيب ودعم لا محدود من تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية وكل القوى الرافضة لهذه الحرب والحاثة على إنهائها واستعادة الأمن والسلام بالنسبة للشعب السوداني واستعادة مسار حياتهم بشكل طبيعي. كل الجهود تجد منها الدعم، لكن تحديدا ما تم نشره وهذا الأمر غير صحيح، ليس لا لرئيس الوزراء ولا أي أحد من قيادات تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم له علاقة. لكن بطبيعة الحال هناك مناقشات تجري سرا ما بين قيادة القوات المسلحة وما بين قيادة الدعم السريع، وهناك مجموعة من الدول في الإقليم تنشط في هكذا مناقشات سرية ما بين الطرفين. أنا لا أستبعد أن تكون هذه المناقشات ما بين الطرفين في محاولة منهما للوصول لصيغة ما من صيغ التسوية، لكن ما أستطيع أن أؤكد عليه أن هذا ما طرح هو أيضا فيه نقاط إيجابية، ولكن فيه نقاط لا ينبغي للقوات المسلحة ولا ينبغي لقوات الدعم السريع هي الوصول فيها لتفاهمات بمعزل عن بقية السودانيين والسودانيات. هناك قضايا تفصيلية تم خوضها اطلعنا عليها، إن صح أن هذه الوثيقة هي فعليا قد جرت مناقشات ما بين الطرفين، أنا أعتقد أنهم قد جانبهم الصواب ولا يجب أن يمضوا في هذا المسير. أنا أعتقد أن الصيغة الأفضل هي صيغة إعلام مبادئ عامة للحل، ما هي القضايا الخلافية ما بين الطرفين، قضايا الجيش الواحد، الإيمان القاطع بضرورة الوصول للجيش وطني واحد، الإيمان القاطع بضرورة حق السودانيين في أن يعيشوا في عدالة وفي مساواة وفي سلام، حق السودانيين في حكم فيدرالي، قضايا مبادئ عامة هي التي يمكن الاتفاق عليها، ومن ثم ننتقل إلى مرحلة ثانية ليكون هناك نقاش أوسع ما بين القوى المدنية وما بين العسكريين للوصول لصيغة نهائية توقف الحرب وتحقن الدماء وتستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي بالنسبة للسودانيين. أشكرك. نمضي إلى السيد أبي عز الدين، سؤالي لك، كيف استقبلت أولا مقترح الحل السياسي المتداول، وهل يؤثر ارتباطه بحمدوك من عدمه على فرص قبوله لدى الدعم السريع والجيش أيضا؟ نعم، تلقيت الأمر على أساس أنه بالونة اختبار من هذه القوى السياسية، هذه المجموعة المحتكرة للمشهد في 5 سنوات الماضية، خصوصا أن أغلب الأفكار المذكورة ومسألة مساواة الجيش بهذه الميليشيا هي من الأدبيات الإعلامية لقوى الحرية التغيير أو بمسماها الجديد بشكل الجديد تقدم أو أي مسمى يعني يختارونه لهم. فبالتالي الأمر بالنسبة لي لا يعدو كونه بالونة اختبار، وسوف تدور الأيام أعتقد وسوف نرى نفس هذه الأفكار ونفس الجمل هذه مكررة مرة أخرى، لأن القائمين على الشراكة ما بين العسكر وهذه المجموعة من المدنيين هم نفس الأشخاص الآن، هم نفس الأشخاص لاحقا الذين قاموا بالاتفاق الإطاري، والآن هم نفسهم يظهرون مجددا ليحاولوا رعاية تفاوض ما بين الجيش وميليشيا، ما بين قوسين ميليشيا الدعم السريع التي يحاول جميع متحدثي تقدم أو قحط الموالين لهذه الميليشيا النأي عن وصفها بالميليشيا ومحاولة إيهام الرأي العام أن هذه الميليشيا لم تقم بأي أخطاء أو جرائم، فبالتالي ينبغي الجلوس إليها مثل جلوس المجرم مع القاضي
في تفاوض، في حين أنه ينبغي عليهم أن تكون الروح السائدة وسطهم لإيقاف هذه الحرب هو محاسبة هؤلاء على الجرائم كي تكون رادعا لهم. نعم نعم، القراءة واضحة. نحاول أن نوجز ما أمكن لأنه لدينا سيل من الأسئلة نود طرحها جميعها. أعود إليك سيد عثمان، أصدر حزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث بيانا ضد المقترح، ربما نعرج عليه في القسم الثاني من الحلقة. هل كانت تقدم على وشك تبني المقترح قبل أن يفسد التسريب المبكر ذلك؟ بإيجاز. بالتأكيد أول حال أولا تقدم هي طالعت هذا المقترح كغيرها كغيرها من السودانيين، ووسائل الإعلام المختلفة طالعنا هذا الأمر في وسائل التواصل الاجتماعي كما طالعتم هو أنتم، نعم، وكما طالعه غيرنا. موقفنا كان منه واضح منذ الساعات الأولى، أوضحنا ونفينا لا علاقة لنا بهذا المقترح، ولم تتبنى أي جهة من الجهات هذا المقترح أو تتبنى أن هذا المقترح هو منسوب لها أو هي عملت من أجل تحقيقه. لكن دعني أعلق على ما قاله ضيفك، يعني أنا صراحة مندهش من الشجاعة التي يتكلم بها ضيفك، يعني ضيفك هذه الميليشيا أنشأت في كنف تنظيم هذا الضيف، وهو من رعاها وبناها وقواها ودعمها وجعلها نظاما تقصد موازيا، ورئيسه المخلوع كان يسمي حمايتي بحمايتي. بالتأكيد القوى المدنية كانت تعمل بكل جهد من أجل منع وقوع هذه الحرب. الآن هذه المجموعة أشعلت الحرب وتعمل على تغذيتها وتهدد قادة القوات المسلحة بشكل دائم ومستمر بالتمرد الميليشيات الإسلامية الآن التي تقاتل في هذه الحرب، تهدد قيادات القوات المسلحة بالتمرد، تهددهم بالاغتيال. هذا الكلام نسمعه صباحا ومساء في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل هذه المجموعة. كيف لهم أن يتحدثوا بهذه الشجاعة ويحاولوا تحميل مسؤولية كل هذه الجرائم وهذه الانتهاكات؟ الحروب التي خاضها القوات المسلحة وخاضوها السودانيين في مواجهة بعضهم البعض خلال فترة 30 عام لم تحدث طيلة تاريخ السودان الحديث أو القديم. لذلك الأفضل لهذه المجموعة أن تتواضع قليلا وأن تنظر إلى تاريخها المليء بالدماء وإلى كل المصائب والجرائم التي حلت على هذا الشعب بسبب سلوكهم السيء وطمعهم الزائد في السلطة ومحاولة السيطرة على كل أدوات السلطة لقمع الشعب السوداني. عليهم أن يتراجعوا من هذه الطريقة وأن ينظروا إلى هذا الشعب. هذا الشعب يستحق الحياة، لا يستحق الموت ولا يستحق الدمار. نقاط كثيرة أثرتها أستاذ أبي عز الدين، لدي سؤال ولديك حق الرد والإجابة على السؤال أيضا فيما بعد. هناك من يرون أن الجيش يطيل أمد المفاوضات لكسب الوقت، ما مدى صحة هذه المزاعم في تقديرك؟ وهل كانت المسيرات الإيرانية التي يتردد الحديث عنها ومشاركة العدل والمساواة على الأرض دعما للجيش هي البطاقات الكروت كما تقولون ينتظرها البرهان؟ ثم ترد على نقاط عديدة أوردها ضيفنا في أديس أبابا، تفضل. نعم، أندهش أنا كذلك ويندهش الشعب من هذا عفوا النفاق والتناقض في حديث هؤلاء منذ العام 2019، منذ انقلاب ابن عوف على البشير أو انقلاب اللجنة الأمنية عليه. يتحدث عن أن هذه الميليشيا نشأت في كنف النظام السابق وقامت بتكبيرها، هي كانت قوات ولم تكن ميليشيا، كانت تتبع للجيش أو للمخابرات جنجويد آخر، وكانت معنية بحراسة الحدود ورد لا أنا أتحدث عن الدعم السريع. كانت قوات نظامية معنية بحراسة الحدود ومكافحة الحركات المسلحة، وأشار بذلك حتى مالك عقار نفسه، وذكر مؤخرا حتى في القاهرة هنا وفي عدة منابر وفي جنوب أفريقيا، ذكر أن هذا من حق أي دولة أن تنشئ القوات المناسبة. ولكن من قام بتكبيرها والإتيان بها إلى القصر الجمهوري وأداء القسم في القصر الجمهوري هم نفس هذه الشلة السياسية التي يتحدث باسمها الأخ الكريم، بل قاموا بالتحالف معها، قاموا بجعل حمدوق قام بجعل حمدتي هو رئيس اللجنة الاقتصادية حتى أو لجنة الطوارئ الاقتصادية. حمدوق كان يحضر تخريج دفعة الدعم السريع داخل الكلية الحربية. فإذا كانت هذه القوات يعني مرفوضة لديكم لهذه الدرجة، لماذا لم تقوموا بانتقادها منذ تحالفكم معها في 2019 وحتى اليوم؟ بالنسبة لي أن الجيش يطيل أمد التفاوض،
بكسب الحرب وأثر المسيرات ومشاركة العدو والمساواة. فبكل تأكيد الجيش لا يريد إطالة الأمد، يعني هو ليس أمد تفاوض. هل الجيش قرر أن يتفاوض مع هؤلاء المجرمين أم قرر أن يحاسبهم على جرائمهم ضد الشعب السوداني؟ إذا كان المنطلق هو أن يتم استيعابهم أو الجلوس إليهم واستيعابهم في معادلة سياسية مرة أخرى كواجهة عسكرية لحلفائهم السياسيين الجدد، فهذا أمر مرفوض من الشعب المتضرر من هذه الحرب ومن الجرائم التي تلت تمرد حميتي على الجيش. بالنسبة لأثر المسيرات وحركة العدل والمساواة، بالنسبة لحركة العدل والمساواة ومالك عقار ومناوي وغيرهم أكيد لهم دور، ولكن الدور الأكبر ليس من المسيرات أو من أي دعم من أي دولة. الأثر الأكبر والتغير على في الميدان في ميدان المعارك على الأرض هو بسبب مشاركة، نعم، هو بسبب التنسيق ما بين القوى العسكرية والقوى الشعبية، يعني هذا التمازج ما بين الشعب والجيش في محاربة هذه الميليشيا التي تحتل منازل المواطنين قبل أن تحتل الأماكن العسكرية. فهذا التمازج ما بين المقاومة الشعبية والجيش هو الأساس. أشكرك على الاختزال، سنمضي ضيفينا الكريمين إلى فاصل قصير، نتابع بعده مقترح الحل السياسي بين الترحيب والتحفظات، نعود بعد قليل. أهلا بكم من جديد. أعلنت أحزاب سودانية وسياسيون تحفظاتهم على مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية. نجمع لكم أبرز التحفظات في هذا الاستعراض ونستكمل من بعده النقاش مع ضيفينا. طرحت الوثيقة على أنها مقترح تقدم به رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وتجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا فعالا إبان حراك الإطاحة بالبشير. حمدوك لم يعلن رسميا تقدمه بهذا المقترح، بل نفى مقربون منه للشرق أي علاقة له به. أما تجمع المهنيين الذي تعرض للانقسام في أعقاب انتخاباته الداخلية في 2020 فلم يعلن أي من الكيانين تبنيه له أيضا. أما بخصوص المضمون الآن فقد حظي القسم الأول والثاني من المقترح بترحيب غالبية القوى السياسية، وتركزت التحفظات على القسم الثالث المثير للجدل والخاص بالعملية السياسية. تبدأ التحفظات مع بداية القسم وتحديد أطراف العملية السياسية، إذ يرى المتحفظون أنه يمنح قوى تنسيقية تقدم قدرا أكبر من التمثيل مقابل الكيانات الأخرى، وهي المشكلة نفسها التي كانت محل خلاف مع قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي المؤسسة لتقدم. تمحورت التحفظات أيضا على بنود تجديد قيادة الجيش في اختيار ممثلين عن الجيش وآخرين عن الدعم السريع واللجوء إلى نظام المحاصصة في اختيار رئيس الجيش ورئيس الأركان، النظام الذي قد يعوق عمليتي الإصلاح والدمج المطلوبتين. وجد البعض تعارضا بين منح الحصانة ولقائدي الجيش والدعم السريع الحاليين بعد عام من حرب شهدت انتهاكات واسعة، وبين مبدأ العدالة الوارد في هذا القسم، خصوصا وأن القيادات الجديدة للجيش الموحد ستحصل على الحصانة نفسها. المدة الزمنية التي يقترحها المسار تعرضت لانتقادات أيضا، فمدة 10 سنوات المقسمة لمرحلتين لا ينص المقترح على جدول زمني واضح لمهامها، مما قد يدخل البلاد إلى القسم الثاني من تلك المرحلة من دون اكتمال الهياكل المطلوبة لإتمام عملية الانتقال الديمقراطي الأول. أستاذ شريف سانف، نقاش معك. يتكرر التحفظ على حجم تمثيل قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي والتي أصبح المكون الرئيس لتنسيقية التقدم في الاتفاقات منذ الاتفاق الإطاري والعملية السياسية وحتى إعلان أديس أبابا. كيف تنظرون إلى تلك التحفظات أنتم؟
أولا نحن نسعى إلى عملية سياسية واسعة يشارك فيها أوسع طيف من السودانيين والسودانيات من القوى المجتمعية والأحزاب السياسية، ونحن حددنا بكل وضوح أن التنظيم الوحيد الإجرامي والإرهابي الذي تضرر منه الشعب السوداني وتضررت منه دول الإقليم بتصدير الإرهاب وحوادث الإرهاب في فترة حكم هذا التنظيم لا تحصى ولا تعد، تفجير سفارات في تنزانيا وكينيا، المدمرة كول، المخدرات إلى دول الخليج، قضايا عديدة ارتكبها هذا التنظيم لدول جوار السودان وللسودانيين نفسهم. نحن نقول أن هذه المجموعة الإجرامية وواجهاتها يجب أن تستثنى من هذه العملية السياسية. بالتأكيد نحن لا نمارس أي إخصاء لأي مجموعات، لكن حقيقة الأمر أيضا تقال أن التنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم هي أوسع طيف حاليا منظم من القوى السياسية والمدنية السياسية السودانية، هذا الأمر لا يمكن إنكاره، لكن نحن لا نضع فيتو على الآخرين، نحن وضحنا رؤيتنا وعلى سننتظر أن نستمع إلى آراء الآخرين. لذلك دائما ما ينظر العالم لهذه المجموعة بهذا الطن، لأن هذه المجموعة هي مجموعة منظمة وذات فعالية وتنفذ في مناشط وتبذل في جهود لإيقاف الحرب، لذلك العالم ينظر لمن يعمل ولمن يجتهد، الآخرين الذين لا يعملون عليهم أن يلوموا أنفسهم ولا يلوموا تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم. هناك ثلاث قضايا سريعة لو سمحت لي أريد الرد عليها. القضية الأولى حديثه عن تمكين الدعم السريع في فترة الحكومة الانتقالية، هذا الحديث طبعا حديث غير صحيح. رئيس الوزراء عندما حضر تخريج دفعات الدعم السريع مع قائد القوات المسلحة لم يحضر هذا التخريج في دار حزب المؤتمر السوداني، وإنما كان في الكلية الحربية. يعني المزال الثانية أن هذه المجموعة الآن التي تقاتل بجانب القوات المسلحة، مجموعات من ناوي وجبريل وعقار، هذه المجموعات حتى سنوات قليلة كانت هذه المجموعات هي عبارة عن مرتزقة وقادمين من تشاد ومن نيجر، نفس الخطاب الذي يقال في مواجهة الدعم السريع الآن هو كان يقال في مواجهة هذه المجموعة. تتلاعب بالمكونات الاجتماعية السودانية، الحروب هي الاستثمار الوحيد لها طيلة تاريخها، ظلت تستثمر في الحروب والقتال في مواجهة السودانيين. نحن ما نرغب فيه إنهاء هذه السلسلة المستمرة من الحروب لصالح وطن متعافي. وأما حديثه عن أن السودانيين لا يرغبون في السلام، عندما يتحدث العالم كله أن هناك 20 مليون من السودانيين الآن يتضورون جوعا، هذه المجموعة تقول لا لتستمر الحرب. هناك 8 ملايين سوداني نزحوا داخليا وخارجيا، وأسر تفرغت ما بين خارج السودان وما بين داخل السودان، وهذه المجموعة تقول لا لتستمر الحرب. هذه المجموعة مجموعة مضطربة ذهنيا ومضطربة نفسيا، وتستثمر في الحروب ولا تنظر لمصلحة هذا الشعب، ولم تنظر له طيلة تاريخها حكمها لمدة 30 عام. نعم أستاذ أبي عز الدين، أراك غير موافق تماما بإيماءاتك على ما تفضل به ضيفنا من أدس أبابا. هناك اتهام لقوام وائتلافات سياسية على خلاف مع مجموعة المجلس المركزي بأنها تعمل كواجهة للمكون العسكري ولا تمثل التيار المدني أو مصالحه، كيف ترى هذه الاتهامات أولا، وهل هناك مخطط لاستخدام المقاومة الشعبية وأنت ذكرتها منذ قليل كواجهة مدنية بديلة بعد الحرب؟ طيب عفوا، أنا لم أذكر نهائيا حديثا عن أن السودانيين لا يريدون السلام. حزب الأمة والشيوعي وحزب البعث عندما رفضوا هذا المقترح السياسي لم يكن ذلك يعني أنهم يرفضون وقف الحرب، حرب التمرد هذه لا طبعا يا قحط وتقدم، ولكن نريد كقوة وطنية في الساحة كلها من القوى غير المرتهنة للممولين أن تتوقف الحرب على أسس ليس على توافق سياسي مع هذه الميليشيا. يعني عندما قلت أن المجموعة الإجرامية تستثنى من التي عانى منها الشعب السوداني تستثنى من التفاوض السياسي، فلماذا تريدون يعني إقحام الدعم السريع إذا كان الدعم السريع تعتبرونه واجهة أو كان واجهة كما تتحدث يعني لنظام البشير وقامت بجرائم، فلماذا الجلوس معها؟ لماذا مشاركتها في الحكم؟ لماذا السكوت عنها في سنين الماضية؟ لماذا لم تقم لجنة إزالة التمكين التابعة لكم بمصادرة شركات الدعم السريع وغيرها؟ فهذا التناقض يعني أعتقد أن حديثك يرد على بعضه. يعني بالنسبة للنقطة حول النقطة الأخيرة تحدثت عنها عن المقاومة الشعبية المسلحة، نعم ما قامت به ميليشيا الدعم السريع هو أسوأ مما قام به الاحتلال الإنجليزي في السودان وفي كثير من الدول. مسألة الاغتصاب يعني لم نرى بصراحة يعني اغتصابات معلنة من أي احتلال كان، أي دولة
قامت باحتلال دول العالم الثالث والمباهاة بالاغتصابات، احتلال المنازل بهذه الصورة، تدمير العشوائي، محاولة يعني النسف أو ما يسمونه هدم أو تدمير ما يسمونه دولة 56، وهي 56 تعني استقلال، تاريخ استقلال السودان. ما رأيناه كل ما حدث للشعب السوداني في هذه الفترة غير مسبوق في التاريخ. إذا لم يكن الشعب نفسه جزءا من مقاومة ما يحدث له في منازله وفي شوارعه وفي أحيائه، فلا يعني أعتقد أن هذا يعني نوع من العمال، يعني الشعب لا يمكن أن يكون عميلا مثل هذه القوى واضحة العمالة التي تريد للجميع الخنوع والانكسار ولا تريد لها مقاومة واضح. هذا التمرد الإرهابي. نعم، أشكرك أيضا على التوقف هنا. أستاذ شريف، في وثيقة المقترح وإعلان أديس أبابا وحتى ما سرب عن اتفاق المنامة يتم التعامل بنوع من المساواة بين الدعم السريع والجيش كطرفين متساويين في الشرعية، هل يمكن التوصل لاتفاق يرضي الجيش في ظل تبنيكم لهذه الصيغة التي يرفضونها؟ يرفضها الجيش. طيب، أول حاجة عشان نأكد نقطة محددة، في 5 ديسمبر عندما تم توقيع الاتفاق الإطاري تم توقيعه ما بين أطراف، ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري. عندما ذهبت القوات المسلحة إلى منبر جدة وهناك لم تكن هناك الحرية والتغيير ولم تكن تنسيقية التقدم ولم يكن أي من المدنيين حاضرا هناك، تذهب القوات المسلحة وتتحدث مع الدعم السريع كالدعم السريع وتوقع على ما يتم الإعلان عليه بوفد القوات المسلحة هنا بوفد الدعم السريع. عندما ذهبت إلى المنامة والوثيقة التي وقع عليها في المنامة كانت توقيع بوفد الدعم السريع ووفد القوات المسلحة وغاية ثاني القوات المسلحة وغاية ثاني الدعم السريع. هذا الأمر ارتضته القوات المسلحة لنفسها فلا نسأل نحن عنه. نحن نعرف أن هذه الحرب هناك فئة محدودة أشعلتها. الحديث عن أن الاحتلال لم يفعل ذلك، يا عزيزي نحن قبل سنوات قليلة لماذا مطلوب البشير في المحكمة الجنائية الدولية؟ أحمد هارون أمسح وأكسح وما تجيبه حي، وما عايزين عباء إدارية كان بيقول أنس عمر في دارفور، 300 ألف قتيل في دارفور و2 مليون نازح وعشرات الآلاف من حالات الاغتصاب في حرب دارفور وفي جبال النوبة والغص بالطيران. هذه الانتهاكات والجرائم هي الاستثمار لهذا التنظيم، ما يرتكبه الدعم السريع من الانتهاكات، لأن هذا ما تعلمه من سلوك النظام القديم. النظام القديم كان يطلق عنان الدعم السريع في ولايات دارفور لارتكاب الانتهاكات، وكانت تجد التهليل والتصفيق من قادة هذا النظام الإجرامي. لا يتحدثوا عن الانتهاكات، هم ليس لديهم أي موقف أخلاقي تجاه الانتهاكات. هذا السودان منذ سنة 1989 لحد الإطاحة بهذا النظام في 2019 قتل فيه أكثر من 2 مليون ونص سوداني خلاف بقية الانتهاكات من اغتصابات وتهجير، وملايين السودانيين من النازحين داخل وخارج السودان لم يقدم شخص للمحكمة الجنائية الدولية ولم يقدم شخص لمحاكمة داخلية. العالم طلب 51 شخص من قادة هذا النظام للمحاكم الجنائية الدولية لأنهم ارتكبوا فظائع في حق السودانيين. لذلك لا يحدثنا عن الانتهاكات ولا يحاول تزوير هذا التاريخ الغريب. الأمر الآخر، هذه الحرب لن تنتهي إلا بتفاوض. هذا هو الصحيح، ده تاريخ السودان. يعني ما نحن بنتكلم عن حاجة، نحن خضنا حروب ووقعت عدد من اتفاقية أديس أبابا في 72، اتفاقية الخرطوم للسلام في 96، اتفاقية السلام الشامل في 2005، اتفاقية أبوجة في 2006، اتفاقية الدوحة في 2007، اتفاقية جبل سلام السودان في 2020. الطريقة الوحيدة في السودان وفي العالم لإنهاء الحروب هي عبر النقاش والتفاوض السياسي. أي دعاية بأن هذه الحرب سنتهي بأي وسيلة أخرى هذا حديث غير صحيح. هذان الطرفان أنجبهم النظام البائد، هذا الدمار الذي طال القوات المسلحة هو بسبب هذا النظام، إنشاء ميليشيا الدعم السريع هي بسبب هذا النظام. نحن لا نتحمل مسؤولية هذه الفوضى والعبث في هذه الدولة ونعمل على معالجة آثار هذا النظام. شكرا لضيفينا، سنذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الأعزاء، نعود بعده لنناقش هل تطيل المبادرات والوساطات أمد الحرب في السودان. نعود بعد حين. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من مع وضد.
نقرأ في تقرير من موقع إنديبندنت عربي للصحفي جمال عبد القادر البدوي بعنوان هل أطال تعدد المبادرات أمد الحرب في السودان؟ يستهل البدوي تقريره بقوله: مع أن سيل المبادرات والوساطات المحلية والإفريقية والدولية لم يتوقف منذ الأسابيع الأولى لنشوب الحرب منتصف أبريل الماضي، لكن التصعيد يتوالى والمعارك بين الجيشين أو الجانبين لا تكاد تهدأ، فهل باتت جهود الوساطة تشكل عائقا أمام إنهاء الحرب في السودان؟ ينقل البدوي في تقريره قول المتخصص في العلاقات الدولية زهير الأمين إن الأثر الأخطر في تعدد المبادرات يتبدى في سعي الأطراف الداخلية العسكرية المتحاربة أو السياسية المتنافسة للعمل على تبني ودعم مبادرات تتلائم مع مطالبها، مما يدفع كل طرف للعمل على إضعاف المبادرة التي يرى أنها قد تدعم الطرف الآخر. هذا الوضع أشعل صراعا داخليا خفيا للتأثير في مضمون المبادرات، وهو ما يفسر ظاهرة تنقل الأطراف وسط المنابر بحثا عن الملائم، مما يطيل أمد الأزمة انتظارا من كل طرف لمبادرته المناسبة. سأعود إليك أستاذ شريف محمد عثمان بإيجاز، كيف تستقبل ما طرحه في التقرير سيد بدوي؟ هل تفسد أطراف المفاوضات مضمونها بحثا عن المبادرة الأنسب كما قال؟ طبعا بالتأكيد هناك قضية نحن ظللنا نتحدث عنها بشكل دائم ومستمر، أن عملية تعدد المناظر وتعدد المبادرات هي مضرة بالقضية السودانية. هناك دول كثيرة تبحث عن السلام في السودان، وأنا أعتقد أن الأوضاع الآن أكثر إيجابية من أي وقت مضى. هناك دعم لا محدود من دول جوار السودان للدفع بعملية السلام، هناك جهود إقليمية واسعة بذلت، العالم كله يتحدث القرار الذي صدر عن مجلس الأمن وإن كان هو غير ملزم، لكن هذا يؤكد أن هناك إرادة واسعة للسلام. لكن يجب أن لا تتحول قضية المنابر لحالة من التبضع السياسي. نحن نتحدث مع دول جوار السودان، مع الإيجاد، مع الاتحاد الأفريقي، مع الإخوة في منبر جدة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وأيضا ما طرح أخيرا في المنامة، على أن هذه الجهود من الأفضل أن يتم تطويرها في منبر واحد تجتمع فيه كل هذه الأطراف. نعم، هذه الوثيقة تحدثت عن توحيد المنابر والمنامة ودول جوار السودان. بالضبط، هذا الأمر هو مطلوب. نعم. حتى لا يكون هناك أي نوع من التنافس ما بين هذه الدول وما بين هذه المنظمات والمؤسسات. أشكرك. ولتتوحد الجهود فعليا. نعم. للمساهمة في إنهاء هذه الحرب. أشكرك وأعود إلى أستاذ أبي عز الدين. هناك اتهامات متكررة في الحقيقة لتيارات الإسلام السياسي باستفادتها من الحرب وتأجيجها للصراع الذي وجدت فيه مخرجا من جهود الملاحقة والتضييق والإقصاء. كيف تجد مثل هذه المزاعم أستاذ أبي؟ وإن كان لديك تعليق على تعدد وتشتت المنابر مرحب به أيضا. نعم، طب بداية باختصار، المتحدث الانفعالي الأخ شريف ذكر أن هناك قضايا خلافية بين الطرفين عليهم أن يتفقا عليها ثم يذهبا إلى مرحلة أخرى. يتبدأ مجددا التحالف ليس الخفي وإنما المعلن من بين ثنايا حديثهم مع الدعم السريع الذي لا زالوا يريدون له أن يكون في المشهد السياسي. النفاق يتجلى مجددا حين يقوم باتهام الجيش السوداني والدعم السريع بأنهما صنيعة النظام السابق، ثم يقوم تجده هو نفسه في 2019 شريكا للجيش والدعم السريع. بالنسبة لتعدد المبادرات وأثرها في إطالة أمد الحرب، بكل تأكيد تعدد المبادرات منذ البداية تشتتها وتعددها كذلك، لأن القبول بأي مبادرة من هذه المبادرات يعني رفض لمبادرة أخرى، بما يعني أنك يعني تصطف مع دولة أو مجموعة دول ضد دولة أخرى. كمثال الآن هذا المقترح أو هذه بالونة الاختبار، هذه المقدمة من هذه المجموعة السياسية استبعدت مبادرة الجوار الأفريقي التي قامت بها مصر، ومعلومة الحساسية ما بين مصر وإثيوبيا، إثيوبيا. نعم. التي يقيم فيها المتحدث الضيف الكريم من الناحية الأخرى ومجموعة التقدم
التي التقت بحميتي هناك في إثيوبيا، فبالتالي لديهم معلومة حساسية تجاه مصر ومبادرات مصر. جيد، ماذا عن اتهامات للإسلام السياسي لم تجبني عليها؟ نعم، بالنسبة لهذه الاتهامات نعم، هذه النقطة الأخيرة. بالنسبة لهذه الاتهامات طبعا في كل مرحلة يقومون بالبحث عن شماعة يعني ليعلقوا عليها إخفاقهم في الظهور بمظهر لائق أمام الشعب السوداني. كل ما يقومون به، انظر إلى خطابهم الآن، خطاب الأخ شريف ورصفائه منذ 2019 هو نفسه، مهما تغيرت الأحوال، مهما كانت الأمور، هنالك جمل مكررة محددة يكررونها كلما ظهرت آفاق لحلول سياسية، طمعا منهم في الجلوس في كراسي السلطة دون انتخابات أو تسويف للانتخابات. الموضوع غير منطقي بتاتا، لا يوجد أي معنى لذلك. هم الذين كانوا يقومون بالتهديد، إما التوقيع على الإطاري، اتفاق فولكر الإطاري، أو الحرب، والآن يريدون أن يكون هنالك حل، إيقاف للحرب يضمن وجود الدعم السريع في المعادلة، يضمن وجود المجرمين دون محاسبة لهم. هذا هو جوهر الأمر. يحاولون رمي الكرة في ملعب ما يسمونه بالإسلام السياسي، هذا كلام يطلق جزافا. أي شخص يجلس بالمنطق ليسألهم ما هي الآلية، كما يقولون قام النظام السابق بإطلاق الرصاصة الأولى، كيف هل قام النظام السابق بالذهاب إلى مروي تحت دعوة تحريرها من الاحتلال المصري؟ هم أنفسهم تحدث قبل قليل أن مصادره في المعلومات هي وسائل التواصل الاجتماعي، في وسائل التواصل الاجتماعي وفي تصريحاتهم في الصحف كانوا يتحدثون عن تواجد مصري في مروي قبل ومحاولة تجيش مشاعر الشعب السوداني تجاه التواجد المصري والتنسيق المصري السوداني في مروي، ثم انطلق حميتي. نعم، والرؤية كذلك. أشكرك مرة أخرى أستاذ شريف. هناك تصريحات لحمدوك من احتمالية جمع حميتي والبرهان في القاهرة لبدء مسار لإنهاء الحرب، هل ما زال ذلك ممكنا بعد رد الفعل السلبي الذي قوبلت به وثيقة المقترح الأخيرة؟ بالتأكيد طبعا زيارة الرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وأيضا وفد تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية التقدم إلى القاهرة هي حفلت بعدد كبير من المناقشات في عدد كبير من القضايا، لكن دعنا نتحدث في القضية التي محل النقاش حاليا. صحيح، هم تم النقاش حول الجهود التي بذلت في المنامة وما هي القضايا التي تم الاتفاق عليها وما هي القضايا التي هي محل خلاف وما الذي تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه، ونحن بدورنا أثنينا على جمهورية مصر العربية وعلى الإمارات بهذه الجهود التي بذلوها لوقف الحرب في السودان، وحثينا جمهورية مصر الاستمرار بأنها مؤهلة فعليا للجمع ما بين قائد القوات المسلحة وبين قائد قوات الدعم السريع لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في العاصمة البحرينية المنامة. هذا الأمر وجد ترحيبهم، وعدوا بأنهم سيبذلوا ما في وسعهم لإنهاء هذا الحرب. نحن نعمل مع جميع الأطراف في هذا الاتجاه، اتجاه إيقاف الحرب. عندما قال ضيفك الكريم هناك نقطتين بشكل عاجل لنحافظ على الزمن. النقطة الأولى حديثه عن الانفعال، نحن ننفعل غضبا لما حدث لهذا الشعب. هذا الشعب لا يستحق كل هذه الدماء وكل هذا الدمار. القضية الثانية، الاتفاق الإطاري أمل الحرب. الاتفاق الإطاري هو أول وثيقة في تاريخ السودان منذ إنشاء قوات الدعم السريع تتحدث بوضوح عن إنهاء وجود تعدد الجيوش، وبدأت في بحث زبل كيفية بناء جيش وطني واحد ودمج الدعم السريع داخل القوات المسلحة. لابد أن نتوقف. فأنا أعتقد أن هذا الحديث هو حديث مردود عليه من أراد هذه الحرب للعودة إلى السودان. أعتذر على المقاطعة، لابد أن نتوقف هنا. من أدس أبابا الشكر للأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان، من القاهرة كل الشكر للكاتب والباحث السياسي أبي عز الدين، شكرا لكما. كل الشكر لكم مشاهدينا، في أمان الله.